بالنسبة لمنطقة حاوي الكنيسة، الفرقة 16 ممثلة باللواء الثالث استطاعت أن تحرر حاوي الكنيسة بالكامل وتصبح على خط واحد مع القطاعات الأخرى اللي هي الفرقة المدرعة التاسعة، وأيضا مع الرد السريع في خط واحد. هذا الخط كان هذه المنطقة امداد ومنطقة حركة وهروب لقسم من الدواعش. نعم. الآن أصبحت قواتنا على خط واحد تتقدم بإسناد، يعني الفرق المدرعة التاسعة الآن أصبح جناح الأيسر محمي من قبل الفرقة 16. نعم. والفرقة 16 سيطر على ضفة النهر الغربية، بينما قوات الشرطة وأيضا قوات لواء 76 من الفرقة 16 السيطر بشكل كامل على الضفة الشرقية. نعم. هذا كله معناته تأثير أكبر على العدو وتأمين لقطاعاتنا، تأمين لأجنحته، وبذلك يصير عندنا قدرة أكبر على محاصرة العدو ودحره بالعمليات المقبلة، واللي أيضا راح يكون محورها من الجنوب من قبل قوات السي تي اس العمليات الخاصة. عملية تحرير حي 17 تموز راح تكون أقرب من حبل الوريد بإذن الله، قريبة جدا جدا. نعم. الدواعش نعم موجودين في حي 17 تموز، لكن تواجدهم يعني مو بكثافة مثل قبل يومين أو ثلاثة أيام. كثير منهم هربوا باتجاه حي الزنجيل، إحنا نعرف راصدين كل تحركاتهم، لكنهم موجودين في حي 17 تموز. ستطبق قواتنا من الفرقة المدرعة التاسعة والرد السريع إن شاء الله، وبإسناد من العمليات الخاصة على حي 17 تموز، وإن شاء الله سوف يتحرر هذا الحي الاستراتيجي والمهم بأقرب وقت ممكن، ونخلص أهلنا المأسورين في هذا الحي من سيطرة ما تبقى من عصابات داعش في هذا الحي. يعني احنا منذ بداية الصفحة الأخيرة اللي بدت بالهجوم من شمال المدينة، هذه الخطة الرائعة واللي ذكرنا مسبقا أن هناك مفاجآت سنفاجئ بها بإذن الله. نعم. العدو قيادة العمليات المشتركة، توجيهات السيد القائد العام، توجيهات السيد رئيس أركان الجيش، السيد وزير الدفاع، يعني هذه الخطة اجت لتقسم ظهر داعش، بحيث بدأ داعش يترنح بانتظار فقط الضربة القاضية اللي راح تكون إن شاء الله بالمدينة القديمة، وننهي صفحة داعش بالساحل الأيمن. العدو فقد قدراته بالكامل، يعني معامل التفريق والتصنيع وال إلى آخره كلها انتهت تقريبا. الآن هو ضاقت عليه مساحة الساحل الأيمن بشكل كبير، لا يعرف أين يولي، فمحاصر من كل الجهات، الشرطة الاتحادية البطلة محاصرته من المنطقة القديمة، سي تي اس الأبطال محاصرين من الجنوب، المدرعة التاسعة البطلة والعمليات والرد السريع والفرقة 16 والفرقة 15 من الشمال، والضفة الشرقية ممسوكة بكل قوة من الشرطة ومن الحشد ومن الجيش. إن شاء الله ننتظر الضربة القاضية اللي تنهي وجوده بشكل كامل في مدينة الموصل، لننطلق إلى المساحة القليلة الباقية غرب المحافظة، وبإذن الله تعلن محافظة نينوى بشكل كامل خالية من عصابات داعش الإرهابية التي عاثت في الأرض فسادا. يعني هو هذا الجهد الإضافي تعودت عليه قواتنا البطلة، يعني أصبح ممارسة يومية بالنسبة لقواتنا أن تجلي النازحين تساعدهم، تفتح ممرات، تفتح وحدات ميدان طبية متقدمة،
تقتسم رغيف الخبز معاهم. كل هذه يعني هو هذا صار ديدنا بالمعركة، تعودنا عليها، صار عادة وعرف بالنسبة للجيش العراقي البطل والقوات الأخرى. احنا مثل ما طلبوا المواطنين ايضا احنا نشد وياهم القول انه نطلب من اخواننا بمجلس المحافظة البرلمانيين ان يكونون مع النازحين في سبيل تخفيف معاناتهم الكبيرة.